مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 5 Lesson 8 اليونت الخامس الدرس الثامن. عنوان الدرس Have you ever been to Indonesia؟ هل ذهبت من قبل إلى إندونيسيا؟ بالبداية يقول لي Talk about the pictures، تحدث عن الصور. Work out the meaning of the new words، وقم بحل معاني الكلمات الجديدة. كالعادة احنا تعودنا ان هذا اليونت كله يتحدث عن البلدان. في الدرس السابق تحدثنا عن العراق، في الدروس اللي قبلها تحدثنا عن عمان، عن اليابان، عن فرنسا، عن الهند الى اخره. فبهذا الدرس راح نتحدث عن اندونيسيا. شي يقول لي منطيني كذلك مع مجموعة من الحقائق من المعلومات المتعلقة باندونيسيا، لكن هالمرة بشكل مختلف. يقول لي ان ايب، منطيني صورة، يقول لي ان ايب. احفظوا لي هاي الكلمة. ايب هو احد انواع القردة، نوع من القردة. شلون احنا عندنا الشمبانزي نوع من انواع القردة، الايب هو كذلك نوع من انواع القردة، يكون شوية ضخم وشعره احمر. ايش يسموه هذا الايب؟ The man of the woods. هاي العبارة او هذه الجملة مهمة. The man of the woods معناها رجل الغابة. من الممكن نجيب لي هذه الجملة؟ يقول لي فران is the man of the wood، هو رجل الغابة. من هو اللي نسميه رجل الغابة؟ الكلمة المناسبة لهذا الفراغ يعطيني اياها باعلى التمرين على شكل اسقاط. فانتبهوا لها، خاف تجيكم بالامتحان التحريري. وراها يقول لي بيبا، نعرف معنى بيبا معناها فلفل، كوفي القهوة، ربر المطاط، هذن الاشياء اللي تم زراعتها في اندونيسيا. اذا هالمرة قلت لك منطيني اياها مو مثل الدروس السابقة على شكل مقطع نصي، وإنما منطيناها على شكل صور. إذن they grow، هم يزرعون، pepper فلفل، coffee القهوة، وربر المطار. بعد عندهم long sandy beaches، شنو معناها؟ شواطئ رملية طويلة. هذا كذلك من الأشياء المميزة بإندونيسيا. old temples معابد قديمة. بعد the استقلال mosque is in Jakarta، جامع الاستقلال في مدينة أو في العاصمة جاكرتا. بعدها the country of the thousand island، هذا البلد يطلق عليه هو بلد الألف جزيرة. إذن هو من البلدان اللي تحمل الكثير من الجزر، اللي فيها الكثير من الجزر. one of four famous volcanoes، واحد من البراكين الأربعة المشهورة. و bird of paradise، هاي كذلك همينة مهمة. bird of paradise هو طائر الجنة. إذن منطيني مجموعة من المعلومات، كذلك هذا الحيوان موجود ب اندونيسيا، طائر الجنة من الطيور النادرة. هذه المعلومات المتعلقة بدولة اندونيسيا اطلعنا عليها. شنو المطلوب من عندي؟ احنا حفظنا هسه كلمة ايب معناها نوع من انواع القردة، وعرفنا انه يطلق عليه مان اوف ذا وود. هذه المعلومات راح تفيدني لكتاب النشاط بتمرين رقم واحد على سبيل المثال. شو يقول لي؟ يقول لي complete the description of Indonesia، اكمل وصف اندونيسيا. بنطيني بعد معلومات اضافية، حقائق اضافية عن البلد، وقال لي املأ الفراغات حسب هذه المعلومات. يعني هالمرة عكس الآية. ايش سوى؟ سابقا كان ينطيني على سبيل المثال قطعة اليابان، ينطيني مقطع نصي متكامل عن اليابان، شي ينتجون، شي يزرعون، شنو الحقائق المتعلقة باليابان، عدد سكانهم الى اخره، وراها يسألك عليها. هالمرة بالعكس، منطيني ملف حقائق بس هيك مجرد ارقام، وقال لك انا منطيك مقطع نصي بس هذا المقطع النصي ناقص، اريدك تكمله مثل ما كملته. شوفوا انا ايش قايل لي؟ قايل لي استعين بصفحه 46 وصفحه 47 من كتاب الطالب على مود تعرف شلون تملي هذا المقطع النصي. اذا مثل ما هو كاتب مقطع نصي عن اليابان، عن عمان، عن الهند، عن فرنسا الى اخره، يريدك تسوي له مقطع نصي اللي ببعض الكلمات الناقصه لازم تمليها. اول شيء خلينا نجي نتعرف على الحقائق. اول شيء قلنا الاريا، شنو اريا؟ اريا المساحة. ايش قد مساحة اندونيسيا؟ اولا شوف ايش كاتب، 1,905,000 مليون كيلومتر مربع. 1,905,000 كيلومتر مربع. اذا هو بلد ضخم جدا. population، من يقول لي شنو معنى population؟ خاب لحد الان ما حافظيها. population التعداد السكاني. ايش قد تعدادهم السكاني؟ 270 مليون. 270 مليون و600,000. بعد وذر، الطقس كيف يكون الطقس في اندونيسيا؟ warm دافئ، wet رطب. agriculture الزراعة.
شو يزرعون؟ قلنا قبل شويه بعض الزراعات اللي يزرعوها ومشتهرين بيها: كوفي، القهوه، تي، الشاي، شوجر، السكر، رايس، الرز، بيبر، الفلفل، رابر تريز وشجر المطار. اندستري، الصناعه، مشهورين بصناعه الاويل، النفط والغاز، الغاز. بليسز تو فيزيت، الاماكن اللي مشهوره باندونيسيا تزورها: فولكينوز، البراكين، بيتشز، الشواطئ، رين فورست، الغابات المطيرة، تمبلز، المعابد، ماسكس، الجوامع. إذا تعرفنا على المعلومات أو الحقائق، الآن نجي نبني المقطع النصي مثل ما طلب من عندي. هسه بالك وياي وحاول تحفظ أو تعرف شلون راح نبني المقطع النصي. إندونيسيا is a فراغ country. إندونيسيا بلد فراغ. من حيث المساحة، إحنا إيش قلنا عن إندونيسيا؟ قلنا عنها إنها بلد ضخم جدا. فأما أكتب very big أو أختصرها بكلمة واحدة اللي هي كلمة huge. huge country، بلد ضخم جدا، with a فراغ population، بتعداد سكاني large. large معناها كبير. لاحظنا أن تعداد السكاني مرتهم 270 مليون، إذن كبير جدا. the weather is فراغ، الطقس فراغ وفراغ. قلنا أن الطقس مرتهم warm دافئ wet رطب. إذن أقول له warm دافئ wet رطب. This is good for فراغ and many people are farmers. وهذا جيد للفراغ والعديد من الناس مزارعين. الطقس الدافئ والرطب جيد لنا، جيد للأجريكلتشر. أجريكلتشر معناها الزراعة. هذا جيد للزراعة والعديد من الناس يعتبرون مزارعين. They grow، يزرعون. فراغ وفراغ 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 وفراغ. تكتب هند أني كلهم الزراعات مالتهم. أولاً عندي كوفي، القهوة، ثانياً تي، الشاي، ثالثاً شوغر، السكر، رابعاً رايس، الرز، خامساً بيبر، الفلفل، إلى آخره. and فراغ وفراغ، وش بقى عندنا؟ عندنا الربر، المطاط، يزرعون المطاط. they also produce فراغ. قلنا شنو معنى produce؟ أخذناها أكثر من مرة بالدروس السابقة. ينتجون، يصنعون، يصنعون شغلتين اللي هي الأويل، نفط، and ما أنا قاعد أويل and gas، والغاز، الغاز الطبيعي. هي إندونيسيا is فراغ for its volcanoes. إندونيسيا فراغ ببراكينها. شنو كلمة مناسبة للفراغ؟ كلمة famous، مشهورة ببراكينها. the فراغ، أنا منطلي فراغين، is Mount Rinjani. ركز وياي، هذا جبل اسمه جبل رنجاني. شبيه احنا ايش قلنا؟ قلنا هي اندونيسيا مشهوره بالبراكين، واكثر الاشياء مشهوره، احنا قلنا ذا ياتي بعدها شنو؟ صفه مفاضله، فاقول the most famous، اكثر الاشياء شهره باندونيسيا هو Mount Rinjani، جبل رنجاني. in the Faran you can see beautiful Faran، في الفراغ يمكنك رؤية الفراغ الجميلة. شنو الكلمات المناسبة لهاتين الفراغين؟ شوف هنا أنا كاتب of paradise، إذن bird of paradise، طائر الجنة. إذن قبلها شي يقول لي؟ يقول لي في الفراغ يمكنك رؤية طائر الجنة. في شنو؟ في الغابة، الطائر الجنة يتواجد في الغابة. in the forest، في الغابة يمكنك رؤية طائر الجنة، bird of paradise، طائر الجنة، beautiful، الجميل. and perhaps، وربما، the ape، شنو الأيب قلنا؟ هو نوع من أنواع القردة، الأيب، a big frog with long red frog. هذا القرد يعتبر شنو؟ monkey، أو الأيب يعتبر شنو؟ يعتبر monkey، يعتبر قرد كبير with long red frog، بفراغ أحمر طويل. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ hair، بشعر أحمر طويل. Indonesia's beaches are the فراغ in the world. سواحل أو شواطئ إندونيسيا هي الفراغ في العالم. هي من أجمل السواحل. إذا نقول most beautiful، من أكثر السواحل جمالا in the world، في العالم. Go swimming، اذهب إلى السباحة. Sailing، إبحار. There، هناك. You can visit، يمكنك زيارة. All temples، المعابد القديمة. and pray in one of the biggest فراغ، ويمكنك أن تصلي في إحدى أكبر الجوامع.
the biggest, أكبر mosques, الجوامع in the world, في العالم. شوف أنا حتى ذني كلمات مطنيها في الفراغات. Enjoy your stay, استمتع بإقامتك. هذا ما يخص تمرين رقم واحد. مثل ما وضحنا من الممكن أنه إحدى هذه الجمل تجيني على شكل إسقاطات. إسقاطات يعني أنت مو تكتب الكلمة من عندك، الكلمة اللي ما موجودة بالفراغ ينطيك إياها بأعلى التمرين وتكتبها، لكن نادر يجي بالامتحان لأن الكلمات المستخدمة به كلمات بسيطة وما تطور من مفردات الطلاب. إذا هو مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي، وإذا أراد مني يجي من عنده فيجي من عنده جملة بسؤال الإسقاطات. تمرين رقم اثنين، write about country you would like to visit، اكتب عن بلد ترغب زيارته أو تود زيارته. شوف هنا بعض الأساتذة يعتبر هذا مقطع إنشائي، وبعض الأساتذة يعتبره فقط مقطع نصي للقراءة. فبكل الأحوال أنت حاول، طبعاً هو الإنشاء الرئيسي مال اليونت الخامس هو إنشاء اكتب عن العراق، أكثر أهمية من هذا المقطع النصي. لذلك اتصل الأستاذ مالتك إذا طلب من عندك كإنشاء فلازم تحفظه، وإذا ما طلب من عندك كإنشاء فهو مجرد مقطع نصي لتطوير مهارة الكتابة. شو يقول لي؟ يقول لي أنا أريدك تسوي لي باراجرافين أو مقطعين نصيين، المقطع النصي الأول بتقول بيه ذن الأمور، والمقطع النصي الثاني تقول بيه ذن الأمور. إذا مجرد يريد ينبهني أو يريد يخليني أعرف شنو اللي أكتبه. فمثلا أنا أريد أو أرغب بزيارة مصر، لنفترض أنه أنا أريد أكتب عن مصر، فشي يقول لي؟ يقول لي لازم تقول لي هذه وين موجودة مصر؟ إيش قد كبرها؟ إيش قد سكانها؟ شي يزرعون؟ شي يصنعون؟ كالعادة مثل ما تعودنا خلال هذا اليونت كله. فمثلا بالبداية هو يقول لي شنو البلد اللي تريد تزوره؟ أقول له I would like to visit Egypt، أود أو أرغب بأن أزور إيجبت، مصر على سبيل المثال. الطالب يختار أي بلد يعجبه، من الممكن يختار فرنسا اللي أخذناها سابقا، جابان، اليابان، ويكتب الحقائق باعتباره هو حافظه. فإحنا لا نريد نجيب في الدولة الجديد ما ماخذيه على مود نقدر نعبر عنه باستخدام الأشياء اللي هو طالبها من عندي. أود أن أو أرغب أن أزور مصر، وين يقع هذا مصر؟ أقول له إت، من هي إت؟ مصر، مصر تعتبر غير عاقل، عوض عنها بالضمير إت. إت إز in north of Africa، في أفريقيا. هذا المطلب الأول طلبه من عندي جاوبته. How big is it، كم كبرها كم حجمها؟ أقول له Egypt is a big country، هو بلد كبير. And it has large population، وفيها تعداد سكاني كبير جدا، يعني تقريبا حوالي 8 مليون. About اقدر اوضح له about 100 million people live there، حوالي 100 مليون شخص يعيش في مصر. حسن how big is it قلتها، how many people live there قلتها، كم عدد الناس يسكنون هنا، what do they grow ماذا يزرعون. أقول له the farmers المزارعين اللي في مصر grow يزرعون، شي يزرعون rice الرز and cotton والقطن، مشهورة بصناعة القطن. هسا عرفنا شي يزرعون شي يصنعون. and they make أو تقدرون تقولون produce، احنا قلنا أنه make معناها يصنع و produce معناها ينتج، شي صنعون. أقدر أقول oil أو petroleum products، المنتجات النفطية. بعد هسه عرفنا احنا شي صنعون وشي زرعون. خلصنا المقطع النص الأول، انتقل للمقطع النص الثاني، places to go and things to see، أنت رايح لمصر شو تريد تشوف، شو الأماكن اللي تريد تزورها. أقول له I would like to see the pyramid، أود أو أرغب بأن أزور الأهرامات. and the ruins والآثار of خوفو، هو هرم خوفو اللي موجود في الجيزة
في مصر. هذين الأشياء اللي ممكن أعملها أو أشوفها في مصر. أقدر أضيف بعد أقول له it is a beautiful country، إنه بلد كبير. It has the Nile، فيه نهر النيل، the longest river in the world، أطول نهر بالعالم، إلى آخره. لكن هذا المقطع النصي جدا كافي إذا طلب من عندك الأستاذ كتحضير أو كإنشاء مطلوب بامتحان الشهر الأول باليونت الخامس. إذن عرفنا تبرير رقم 2 اللي ممكن يجيب لي على شكل إنشاء أو يطلب من عند الأستاذ على شكل إنشاء. هذا النص أمامكم، حاولوا تكتبوه وتحفظوه، وإذا ما طلب من عندكم فهو مجرد تمرين لتطوير مهارة التحدث أو الكتابة للطلاب. أعيد وأكرر، الإنشاء الرئيسي مال هذا اليونت بعدنا ما ماخذين، اللي هو إنشاء تحدث عن العراق. ننتقل إلى تمرين رقم 3، write the names of the countries in alphabetical order، اكتب أسماء البلدان بالترتيب الأبجدي. منطيني أسماء بلدان مبعثرة، يقول لك رتب لي إياها بترتيب أبجدي. طلاب إحنا ماخذين سابقا أو نعرف سابقا شلون نرتب ترتيب أبجدي للكلمات. يعني مثلا منطيني لدينا كلمات، أول شيء أنا لازم حافظ الترتيب الأبجدي اللي هي A B C D E F G إلى آخره، ترتيب الحروف أبجديا. وراها مثلا أجي على حرف الأي، يا كلمة من الكلمات اللي منطيني إياها تبدي بحرف الأي، دورت ما لقيت، أنتقل لحرف البي، أكو كلمة تبدي بحرف البي، كذلك ما لقيت، سي، أكو كلمة تبدي بحرف السي، نعم أستاذ، لقيت كندا ولقيت تشاينا، يا هي اللي أخليها قبل. إذا لقيت كلمتين يبدأ بنفس الحرف ثنتين بحرف السي، أنتقل للحرف الثاني، هذه الحرف الثاني مالتها أي وهذه الحرف الثاني مالتها أتش، يا هو اللي قبل الأي لو الأتش، أكيد الأي. إذن أخلي أول شيء كندا ومن ثم تشاينا، خليت كندا ومن ثم تشاينا، خلصت حرف السي. دي أكو كلمة تبدي بحرف الدي؟ لا. إي كذلك ماكو. أف نعم، لقيت كلمة فرانس، فرنسا تبدأ بحرف الأف، أخليها بعدها أو أحذف فرنسا. واللي بعدها جي، أكو كلمة تبدي بحرف الجي؟ لا. أتش لا. آي نعم، لقيت إيراك، إيراك تبدأ بحرف الآي، أخليها، وهكذا مع البقية. إذن الترتيب الأبجدي للكلمات بسيط جدا وغير مهم للامتحان التحريري والامتحان الشفوي. بعض الأساتذة من الممكن أن يجيب لك بسواد الإملاء يعطيك ثلاث كلمات، يعطيك ثلاث كلمات ويقول لك ألفا باتيكا أوردا، سوي لي إياها أو رتب لي إياها ترتيب أبجدي. هذا جدا بسيط، يعني هذا شيء ما ابتدائية أو صيغة ما ابتدائية، إذا جاب لك إياها فجاب لك إياها، يجيب لك إياها من حيث المساعدة، من باب المساعدة. فأنت تدخل الحروف أمامك، تشوف ذن الكلمات اللي منطيك إياها، يا هي اللي يبدأ بحرف الأي، دورت لقيت خليها أول شيء، ما لقيت أعبر على الحرف اللي بعده B C D E F إلى آخره. إذا لقيت كلمتين يبدأ بنفس الحرف أنتقل للحرف الثاني، أشوف ياها الأسبق أخليه أول شيء، وهكذا مع البقية. هذه أخذناها بشكل مفصل بالمرحلة الابتدائية، وعرفنا شلون تجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنها. لذلك غير مهمة بالمنهج الأول المتوسط لأنها بسيطة جدا على الطلاب. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. لاحظنا أن درس بسيط جدا، أخذنا قطعة إندونيسيا أو معلومات عن إندونيسيا، واستخرجنا من هذه المعلومات أنه أيب، هذا الأيب هو أحد أنواع القردة ويلقب بـ Man of the Wood، هو يلقب برجل الغابة. وأخذنا مقطع نصي بليل الفراغات به، وراها أخذنا يقول لي اكتب عن بلد تود بزيارته، وكذلك أخذنا المعلومات عنه إلى آخره. مجرد أني أنشط صفية غير مهم الامتحان التحريري والامتحان الشفوي. ولاحظنا أن التمرين الأخير تمرين ترتب الكلمات ترتيب أبجدي، كذلك غير مهم الامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. إذن درسنا اليوم درس بسيط جدا، درس يعتبر للاستراحة للطلاب فقط. الأنشطة ما أنشطة صفية تعتبر كتحضير يومي، الطالب يطلع عليها ويروح المدرسة على مود يروح محاضرة، إذا سأل الأستاذ داخل الصف كتحضير يومي. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو، أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على الصفحات الموجودة في الفيديو في الوصف.